لو حضرتك خرجتي مع جوزك وحسيتي ان في واحده بتعكسه او بتبص له، هتطنشي ولا هيبقى ليكي رد فعل؟ لا هطنش طول ما هو مش متجاوب، هطنش طبعا. لو هو بس، لو هي بتعاكس وهو ما بصش، اي دونت كير تعمل اللي هي عايزاه، هو جوزي في الاخر وهيروح معايا في الاخر، فمش هتفرق كتير. والله يعني انت سالتيني السؤال ده دلوقتي، لو سالتيه من 4 سنين هيبقى ليا رد مختلف عن الرد اللي هرد دلوقتي. دلوقتي عادي بقى خلاص، يعني لا ما بقاش زي الاول. لا خلاص تبص، مش هتبص شويه وخلاص الموضوع ينتهي وهنروح البيت مع بعض. خلاص ايه المشكله، تبص براحتها. هو لو بص حتى شويه ايه المشكله؟ بصي في سن معين الواحد فعلا بيبقى عنده حاله نضوج وبيكبر. يعني انا في الاربعينيات دلوقتي، اوكي، غير العشرينات. يعني العشرينات حاجه والاربعينات حاجه، بتلاقي نفسك كده بتوصلي لمرحله بيسموها المرحله البرنسيه. يعني عارفه والله بجد بجد، يعني بتبصي لكل حاجه كده ايه بشكل تاني وبهدوء، يعني عادي بصت في الاخر ايه اللي هيحصل. يعني لو هو مش بيرد خلاص، لكن لو رد اكيد هيكون في اكشن.